الاستاذ احمد الناي. اذا نعود للغه هذا الموسم اخويا هذا كنشكروا السلطات المحليه وكنشكروا اصحاب الخيل على التبوريد اللي كيديروا هذا الموسم. راه شي 3 سنين دابا بقينا شفناه وكنشكروا هاد الناس المنظمين هاد المهرجان هذا وكنلقاو تحيه لجميع السلطات المحليه. و شنو كيعجبك في التبوريد؟ العودان هاد المظهر هذا اللي كتشوفيه شحال ما شفتيه شي 3 سنين دابا ما شفتيه دروك هاني هادشي دابا. اليوم جينا للموسم ديال السيد الغريمي اللي كيمثل الروح ديال الوطنيه المغربيه. بصراحه اليوم جينا ليه باش نشوفوا كيفاش كتكون تبوريده وكيفاش كيكونوا العادات ديالها. ساكن في مدينه سطات عمرها شي مده هادي شحال هادي ما بقى جابوه لينا وعجبنا الحال. زوين كلشي زوين فيه الساعه عجبنا كلشي العودان وفي الناس باش كتفرج وليدات باش كيضحكوا وكلشي يلعبوا وكلشي تبوريدة زوينة شي حاجة زوينة. يا أهل الولاد صراحة زوين صراحة الله يعاونهم هادشي زوين كيمشيو بانتظام وصراحة مشوق داكشي واخا كيخلع على شي شوية ماشي مشكل. خير غدا مجددا الروح ديال الوطن صراحة بزاف فيها بزاف المعاني. تبوريدة مزيان كلشي مزيان العودين مزيان تبوريدة كلشي مزيان. اش كتعجبك في التبوريدة؟ شنو اللي كيعجبك؟ الخيل. 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 الخيل الكحلة الزرقاء. الخيل الكحل. دهم. الكحل زوين. تبوريدة مزيان 16 عامر زوين كلشي زوين. مغير. اش كتعجبك في التبوريدة؟ الخيل ضروري. الخيل هما كلشي. جيتي وحدك مع الوليدات؟ لا مع الوليدات مع الولدين.